مكان يعود بك إلى زمن الماضي. متحف برهان حيدر للتراث الشعبي في عين البيضة باللاذقية، والذي يضم قطعاً وأدوات قديمة متعددة الاستخدام. كان همي أني أعمل دائماً أعمال أشغال يدوية، وكنت اهتم بالإضافة للأشغال اليدوية بالأمور المسرحية، لأنه كانت المدرسة تقدم مسرحيات في المركز الثقافي في اللاذقية. يقسم المتحف إلى عدة أجنحة متخصصة بجانب من التراث والفلكلور الشعبي. عندي اهتمام إضافة إلى المسرح بالأمور الفنية، وصرت تابعة، يعني مثلا إذا شفت حجر إلى شكل هيك جميل جماعة أعمل مثلا باليقطين أشكال فنية، حاول مثلا إذا أداة تراثية احتفظ فيها. المهم صار عندي في البيت أدوات كثيرة جدا، وحتى أني مكرسة فوق بعضها. دعيت في أكثر من مهرجان، سواء في مدينة اللاذقية أو مهرجان المحبة، وشاركت فيهم. وكان في 2006 يعني صار معرض للتراث، وعرضت فيه أدواتي ولوحات الفنية والتراثية. قاعة الحرير، ربيت الحرير، وشفتوا أنتوا الحرير، وشفتوا المناديل الحرير، وشفتوا أدوات الحرير. بعدين سويت النقوش الطينية كيف كانت في البيوت الطينية القديمة، مزخرفات جميلة من التراب والتبن إلى آخره. بعدين أنا توسعت وانتقلت إلى القاعة البعدة اللي هي قاعة الأزياء الشعبية وأزياء العرب. يعتبر المتحف وجهة للكثير من الزوار، وهو سجل يحفظ تراث الآباء والأجداد.